السلام عليكم البنات ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. بصحة فطوركم وصحة عشواتكم وتقبل الله منا ومنكم الصيام إن شاء الله. كنتمنى لكم عواشر مبروكة باش ما تكونوا إن شاء الله السعادة والهناء وطول العمر وراحت البال. أيه راحت البال راحت البال راحت البال. اليوم إن شاء الله البنات غنبارطاجي معكم أو لا غنزل لكم الدفعة ديال الجليبات اللي نزلوا اللي وجدوا يعني اليوم كاينين معرفش واش 5 ولا 6 المهم داكشي اللي قسم الله كاين اليوم. المهم نقاد الصوره ونرجع معاكم هكا احسن واحلى. اييه قال لك اللي شوفوا الله يحفظكم ليا كاملين البنات. كنشكركم بزاف بزاف والله العظيم البنات الا كلمه الشكر قليله في حقكم. ما خليتوا ليا ما نقول ما بقيتش نقول لكم راه غنمشي من اليوتيوب باش ما تقلقوش. ما بقاش غنقول لكم عندي شي مشكل باش ما تقلقوش. انا دائما بغيت نبعث فيكم الطاقه الايجابيه. هادشي علاش كنقول لكم شكرا على الدعوات الزوينين وشكرا. شوفوا البنات تصوروا ان واحد السيده مسكينه في طنجه عرضت عليا الدار ديالها بالمحل ديالها ولكن ما نقدرش حبيبتي نفرق مهمتي ما نقدرش نفرق الميمه جوج الناس يعني راه عندي عادي نتحول كاع من المدينه والله العظيم البنات ماشي شي حاجه اللي صعيبه عليا عادي يعني راه غنعيش اي مدينه غنعيش ولكن جوج الناس ما نقدرش مستحيل حتى شوف الله شنو غيدير. هو شيخي الله يطول في عمره عرفتي اليوم والبنات والله العظيم مسكين اش غنقول لكم الله يحفظه ويطول عمره. نزلت من الماء نازله الوالدين ما كيحس بهم غير اللي قلبو حنين. نزلت وانا نمشي عندو سلمت عليه قلت ليه كيداير بالحاجهك ما خاصك شي حاجه قال لي ما خاصني والو قلت ليه كي جاتك الماء قال لك عزيز قال لي عزيز الدرده كامل حق الله العلي العظيم البنات قال لي عزيز الدرده كامل. جوج الناس اللي ما نقدرش نخويهم والله العظيم العادي عندي نمشي نسكن في طنجه ولا نسكن في شي بلاصه اخرى ماشي مشكل ولكن جوج الناس با امي وبا الحاج هادو ناس اللي مستحيل نفرق عليهم حتى يدينا الله لعنده اولا شوف الله اشنو داير الا اللي بغى يمشي معايا لطنجه. هادشي اللي نقول لكم شوفوا البنات الله العظيم سبحان الله سبحان الله كيبعث لك الله الناس. دابا هذا هو المشكل ناس كيحسدوك على ناس عطاهم لك الله وانت ما بيدك ما بعلمك يعني شي حاجه عطايا الله كيبغي بنادم يتحكم فيها. ناس كيعيطوا لك وكتلقاي فيهم المحنه. تصوري باش وحده غتقول لك اقسم بالله اختي امينه الى سوار الدار ديالك ما شاء الله. انا اختي شوفي انا ما غالبانيش هذا الشيء اللي غتقولي ماشي ما قلتش داك الشيء باش انا طمعت شي حد يعطيني سوارت ولا يعطيني ما حال ولا يعطيني شي حاجه. انا بس اي حاجه نديرها نديرها بهذا الدرع واي حاجه نديرها نديرها بفلوسي ونديرها بديالي باش نحس براسي معززه مكرمه. اختكم راني هنا ما كترضاش ايه ما كترضاش. اليوم جبت لكم واحد التشكيله زوينه ولكن البنات واخا الفيديو غنزل نزل نزل الخميس في الليل بعدا بغيت كي جاتني الجلابه وكي جاني اللون تاع الجلابه واخا شويه هاد الطاي كبير عليا ماشي 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 طايسي ولكن راه جات رائعه بالزموري. مخدومه بواحد الغوز فيشيا غوز فيشيا غادي اللون البوردو بواحد الموطارد دي غرادي ديال هاد اللون هذا دي غرادي ديال لونها ومخدومه الحافه ديالها بهاد الموف اللي داير انا في الفولار. هاد الموف اللي داير في الفولار راه كاين فيها كامله غير ما كيبانش مع الاضاءه. شوفوا واخا الفيديو نزل اليوم واخا بارطاجيت جليبات اليوم ما غينزلوش جليبات حتى السبت حتى السبت. يلا ديروا لايك بعدا دير شوفوا ديروا لايك عرفتي شوفوا عرفتي ديك اللايك غتعاون ام عثمان زيدات دير دارها ودير محلها ودير بجهد الله سبحانه وتعالى. المهم الحويجات غنصورهم باش شوفوا باش ما يبقاش لكم حد تقولوا غدا الجمعه غنجيو غدا راه شوفوا ما كنحوش مع الجمعه اصلا كنبغيو نمشيو نصليو صلاه الجمعه في الجامع ما كنحلوش الجمعه الصباح باش نكونوا متفقين. الجمعه راه ما غنحلوش غدا خلينا نمشيو نسمعوا ثاني شي شوف غنسمع الدرس اللي غيتقال وغنجي نقول لكم نهار السبت ان شاء الله اش ما سمعت ام عثمان زيدات. يلا غنبداو باول جلابه بعد اول جلابه نقول لك جاتكم جلابه ام عثمان. يلا غنبداو باول جلابه هي جلابتي كي جاتكم واعره زوينه بصح شكرا 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 لكم البنات. هذه اول جلابه انا غنوريهم لكم عاد شوفوا اللي دخلت راه غنلبسها واللي ما جاتش قدي ما عندي كي ندير. هذه هنا رائعه هاد الجلابه البنات ماشي زرقاء البنات ماشي زرق هذا بلو موف ماشي بلو موف البنات. هذا مخدومه بالتنبات مخدوم فيها الكميمات ومخدومه كامله باليد
هادي ولا غندير لي هادو ديجا كانوا. نقدر البنات غيكون هذا السبت هذا الا طول الله في العمر غيكون هو ان شاء الله السبت الاخير اللي غنزل فيه جديد، بس يعني ما نرتحت انا ومشي درت انا حنينيه ونقش الوداتي ومشي لقعد حالتي ونتهلا في الحاله صافي الله يجعل البركه. خدمنا شهر تاع رمضان الله يجعل البركه. هذه اول جلابه وغادي نلبسها لكم وتشوفوها كيفاش كتجي حتى من البوصه. هذه هادو البنات لي طاي كبار، لي طاي كبار يعني 30 31 هادو لي طاي كبار اللي باغي نتشباك. نتحداكم انني نقرب الصوره الكاميرا حيت ما كيبغوش يقربوا الصوره الكاميرا. شوفي اختي تشباك، شوفي تشباك، شوفي الخدمه، شوفي 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 قبل ما تشري، شوفي شوفي القب، شوفي لا فينيسيون ديال الخدمه كيف دايره، شوفي القب، شوفي الكميمات، شوفي اختي تبارك الله ما شاء الله. يا ربي تحفظ ام عثمان زيدات وتحفظ تحفظ يا ربي تحفظ جميع المتتبعات وتحفظ جميع الخياطات وتحفظ اللي كيبغيني وتحفظ اللي ما كيبغينيش وتحفظ اللي خايب صوره خاطئه عليا واللي كيغرو الشيطان عليا. يا ربي تحفظو ويا ربي تعطي خير في خير ويا ربي ترزقو بحياته لا يحتسب. هذه هنا ميم شوز بحالها غير هي في الوين واحد اخر. هذا بابان لكم غوز ولكن هو راه بحال الموف ماشي غوز، غوز فيشيا. شوفوا معايا الشبيكه كي دايره، القب طبيعة الحال، الكميمات شو تبارك الله ما شاء الله. ملي غتلبس عاد غلب عليه. هذا موديل واحد اخر اورانج. هادي جلابه بالسلان. شوفوا البنات اللي من العشاق اللون الاورانج، راه الاورانج اللي كيبان لكم الاورانج اللي كيبان لكم هنا ماشي هو اللي هنا، هنا مغلوق وهنا مفتوح. شفتوا تبارك الله ما شاء الله كيف مخدومه ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. ومخدومين فيها الكميمات. انا الصراحه الحاجه ملي كتعجبني كنحس براسي انا الداخل ديالي يعني فرحان، يعني شي حاجه بلاتي الله يرحم الوالدين هاد الزيف انا نهضر ويلعب معايا بلاتي نديروا لي هاد القضيه. انا باش شوفوا ما باش نعقدوا لكم حكا بالعان وبغيت نوريكم الطرزه ونقول لكم راني طارزه هاد ما كنتي ايه ما كنتي كضحك بنتي كضحك عليا صافي هكا. قلت لكم الحاجه ملي كتعجبني كنحس انا براسي فرحانه، كنحس براسي انا فرحانه. حكيت هنا وانا نتفكر واحد السيده قالت لي غيجي عندك الناس. يا ربي له ريحه من الناس. بغينا ان شاء الله ندوزو السيمانه الجايه ان شاء الله عرضات نعرضو على الحباب ونعرضو على الخوت اللي عرضوا علينا. ايه علاش لا، انا كنت وعدت نفسي ما نبارطاجيش داك الشيء. عندي تبارك الله بزاف الحوايج اللي دازو زوينين درتهم وما باش نبارطاجيهم. شوفوا معايا تندير لكم قناه اخرى، قناه ثانيه ان شاء الله. هذيك القناه الثانيه ديال فيها كلشي كلشي يخدم. شوفوا معايا السلان في الكميمات والسلان طبيعه الحال في القب. هاد الموديلات كلهم اللي وريتهم لكم مخدومين باليد. هادي انا غنوريها لكم ولكن راه ديال مولاتها حتى هي مخدومه باليد، فيها التشباك في اليدين في اليديات. نقلب كي غادي ندخل يدي. شوفوا معايا فيها التشباك في اليدين، جات راقيه وجات هماويه وتشباك رقيق وجات فيها خديمه زوينه وتشباك في الافتتاحات. شفتوا معايا الافتتاحات بجوج ديال الجلابه من 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 من, من القدام ومن الظهر مخدومين مطروزين. هنايا هذا قفيطين، هذا قفيطين، هذا حتى هو ديال الميمه ديالي ديال ماما رحمه. قفيطين ديالها وجد ليها بصحتها وراحتها. الفلاش ديال سميتو ما مبينش الخديمه ولكن جا فن. هذا 3 كار يعني جا 3 كار يعني الكميمه ديالو حد هنايا. هذه هنا جلابه واللي كتبت ليها شي حاجه ان شاء الله نهار السبت غادي تجي تديها وما كدير غير المكتبه لك. هذه جليبه بالبلديه. هادو هما الجلابات اللي كاينين اليوم، غنلبسهم لكم وتشوفوا كل تعطينا رايكم في كل جلابه كيفاش جاتكم. غنقول لكم 1 2 3 واختاروا نتوما اللي جات معايا هذاك اللون هو اللي غندير. يلا البنات سناو.
عمدا لكم باول القفطان، اول قفطان ديال ماما رحمه اللي تبارك الله ما شاء الله. شوفي الميمه ديالي عبارك حلا ماري واقع لك يا ماما رحمه. شوفي الله يحفظك، الله يحفظك لينا يا ربي وطول في عمرك. جا القفيتين رائع، وجا هماوي، جا منخوي، شو تبارك الله ما شاء الله كيف جا. وهنا درت ليه فولار موف لانه مخدوم بالموف حتى هويا. وريتكم الصباح البنات الريفيرونس ديال هذا الموف، راه شوفوا البنات هذا الموف ولا اي خياطه تاخذوا عندها. بلاتي تفكرت واحد القضيه، البنت اللي سولتني على النار الفاسيه في ايدي اشنو درت ليها، الملحه والحنه والزيت البلديه. الملحه شوفي الا بريتي خلصي البروفيزي تختي، انا راه طوالي الناس. الملحه والزيت البلديه والحنه ديريها ليه. البنات درتها نهار واحد، هو قال لي ديريها 3 ايام متابعة، درتها نهار واحد الحمد لله سبحان الله. كاين شي وصفات طبيعية زوينة ما شاء الله تلبسوا بالصحة والسلامة. بحال هذا غيجي معاه فولار بحال هكا سامبل بهذا الشكل هكايا، ان شاء الله غادي نجمعوا باش نصيفطوه ليها شي كيف جا ان شاء الله. البنات لا ما نقولش، والله ما نقول هذيك السنه غير حرقني وكنت غنقول، والله ما نقول صافي حتى شي حاجه ما بقيت غنقولها. ان شاء الله البنات، ان شاء الله البنات. انتي خلى راجلك ليش انتي 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 هي انتي. شوفوا حتى شي حاجه ما بقيت غنقولها صافي. غيكون هاد الموديلات يعني هاد رشيما زوينه، هاد رشيما ها نقول ندير لكم بالحس باللبس. شوفوا هاد رشمه ها ها. ندوزو لجليبه واحده اخرى. بالنسبه لهذا اللون اللي لابسه البنات، جلابه من لون الاورانج، قلت لكم راه ماشي داك الاورانج المشعشع، اورانج حلو وزوين في الكاميرا كيبان اللون ديالو فاتح، ولكن راه اورانج مغلوق مخدوم بالمسلول. انا هنا درت ليه فولار البنات بالصم، يعني راه عندي واحد الفولار صراحه مع داكشي الفوق ما قدرتش نجيب كلشي الفولار ديالو. هذا الفولار اللي درت معاه مخدوم بهاد الجلابه مخدومه بالسلان بالصم، ودرت ليها هذا الفولار ديال الصم. نتوما تفادوا فولار ديال الصن، ديروا فولار فيه هذا الاورانج البنات. واحد القضيه حتى الموف، حتى الموف كيجي زوين مع الاورانج، يعني ديروا فولار فيه ميلونج ديال الالوان. وكاين واحد الشكل ديال الفولارات البنات فيه الالوان وداخل فيه شويه ديال الصم، هذاك ثاني غيجي شي حاجه من اخويا وشي حاجه همويه يعني مخطوبين فيها. شوفوا واحد القضيه نقولها لكم، ملي تشوفوني ما درتش عارفه راه الجلابه ماشي الطاي ديالي، هذه هنا 29 في الصدر البنات، 29 في الصدر ماشي الطاي ديالي. المهم انا وريتكم الموديل تاع الجلابه والكميمات، يعني هذه اللي ضعيفه راه غتجيها تبارك الله من اخويا، يعني اللي ما غلطش اللي عندهم طاي ستوندار، يعني طولتها وطيتها هي هذيك راه غتجي هي هذيك. انا راه دبدوبه. المهم البنات هذه جلابه في الاورنج، ونلبس لكم جلابه دابا قلت لكم الاولى والثانيه الى لون اللي جا معايا. يلا اختاروا اختاروا الله يرحم الوالدين. بالنسبه لهذا الموديل البنات هذه جات فنه فنه ما شاء الله، جات واعره جلابه. شوفوا التشباك يعني فيها التشباك في الكميمات، كميمات مشنفين يعني جلابه فنه راقيه. هنا التشباك هنا في الصدر ديالها، وتشباك في القب حتى القب حتى هو ما عرفتش القب مقاد ولا لا. بناتي البنات راه معاك كنصور راسي ها شوفوا معايا حتى القب حتى هو مشبك. هادي جات فنه ما شاء الله، هادي طاي ديالي، غير انا لابسه تحت من السليب فيه لي زستراس كي خارج ليا في الجلابه. هادي جات فنه فنه تبارك الله ما شاء الله. اللي كتبت لها الجلابه راه السبت ان شاء الله الرحمن الرحيم مع ال 12 راه غادي يحل المحل، 11 ونص 12 غيكون المحل مفتوح، يعني غدا الجمعه راه هادشي ما غنحلوش، غدا الجمعه ما غنكونوش ان شاء الله. غنعطيكم العنوان وغنعطيكم النعت وغنعطيكم كلشي ان شاء الله، بقاو معايا. بالنسبه لهاد الجلابه البنات هي تبارك الله عبرها زوين وطايتها زوينه، يعني شوفوا معايا حتى هي نفس الموديل، نفس الموديل الاولاني. هذا اللون هذا جا ما هو غري ما هو موف ما هو جا واحد اللون لون هذه طاي كبيره البنات، طاي كبيره يعني قلت لكم راه كاينين الطايات الكبار. بالنسبه للفولار ما جاش معاه 100% هذا فيه بلو، يعني فيه واحد ديغرادي خفيف ديال لون جلابه، ولكن خاص فولار اللي يجي معاها. المهم هذا حتى هي موديل تشبك هنا القدام وتشبك في القب باش كتجي جلابه راقيه، وكتجي جلابه هماويه ومخدومه باليد، يعني الجلالب كلهم مخدومين باليد. اين الجلابه دابا اللي جات زوينه؟ يلا اين اللون اللي تختار ام عثمان؟ بنات
والله العظيم كنسى كنبغي نقول لكم البنات راه كاين هذا الموض كنسى كنسى يكون خير ان شاء الله. المهم بقات لينا فولينا تقريبا بقات لي جوج جلابات جوج جلابات البنات كنت بغيت نلبس لكم هاد الجلابه الموف ولكن ما جاتنيش في العبار هذه ما جاتنيش في العبار راني ما لبستهاش لكم هنا غنختم لكم بالبلدي يعني قال لك جديد ما بحال جده والبالي لا تفرط فيه يعني شي حاجه بلديه كتبقى دائما راقيه وكتبقى في شكلها في لبسها والحاجه المخزنيه والعريضه. شوفوا دابا كنبعد على الكاميرا وكندور على الراحه ديالي علاش لانني كنرتاح في جلابات بحال هكا انا الراحه ديالي في جلابات بحال هكا يعني ما كنبغيش شي حاجه تكون وما بقاش البنات مابقاش على مود الجلابه ديك لاصقه وملنه ومابقاش هذاك الشيء. ولكم ميمات شوفوا هماويين شي حاجه من اخويا شوفوا القبيب تبارك الله وما شاء الله جات فنه فنه هذه جات هذه هذا هو ذوق نفس عبار ديالي هذا هو ذوق ام عثمان زيدات وهذا هو اللبس ديال اللي كيعجبني يعني كتلبسي جلابه وكنتي مغاده فيها من اخويا ما لاصق عليك مابقاش حتى مابقاش على مود الكتاف يكونوا شويه طايحين ما يكونوش كتاف عبارك وما يكونش داكشي لاصق وكيبقى كل واحد الذوق ديالو وكيبقاو الناس اذواق يعني كل واحد يلبس داكشي اللي عجبو وداكشي اللي كرتاح فيه. غنقول لكم السلام عليكم وكنتمنى تشكيله تاع اليوم اتنا الاعجاب ديالكم وديال غدا ويلي 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 اللي جايه غدا كي دايره. يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه الله يكرمكم الله يحفظكم والسيده اللي بغات تعطيني دارها في طنجه شوفي غنجي غنفوج فيها ما غنجيش نسكن فيها ما يمكنش الفرق الميمه ديالي الله يكبر بك والله يدير بحسابك والله يعطيك خير في خير الله يعطيك خير في خير. هاد السيده من طنجه ومقيمه في فرنسا من طنجه ومقيمه في فرنسا شكرا لك حاتي فاطمه الله يكبر بك والله يعطيك خير في خير وبسلام عليكم والى اللقاء ان شاء الله فيديو جديد اللي عنده حباب واللي عنده اللي يدعي معاه ما يخافش على هاد الارض والعزيز على ميمته ومرضي الوالدين عمره ما يتخص. يلا بسلام عليكم والى اللقاء.